لأنه لبنان بلد الحياة، ولأنه عريق بحضارته اللي قامت على الزراعة والصناعة والتجارة واللي ما بتدوم إلا بالسلام والعمل. السلام والعمل اللي لطالما كان بيرمزلن الزيتون. من هون انطلقت مجموعة من اللبنانيين الأصيلين بفكرة مشروع حبوا يفرجوا من خلاله وجه لبنان المتكامل، جمعوا بين الزراعة والتجارة والصناعة والفن. نحن مجموعة شباب متعلمين وعنا أراضي زراعية، ومثل كلنا منعرف أنه ما فينا نفضالها، بقى أخذنا قرار من زمان أنه نعمل تعاونية زراعية مع المخابرة أكيد من وزارة الزراعة، ونشتغل على مستوى ستاندر أوروبي بإنتاج زيت الزيتون. على مدى يومين شهدت بلدة دار بعشتار ببلدة الكرة الشمالية مهرجان قطف الزيتون الثالث اللي استقطب الناس من جميع المناطق اللبنانية. هدف تبع الفستيفال هو نقرب المنتج من المستهلك، وبذات الوقت نعلمه على استزواق الزيت، وأكيد بتاني فاز التدريب كيف نعرف وكيف نستزوق ولوين نوصل بالتفكير بثقافة وبنظافة الزيت. تعرف الزوار خلال المهرجان على مراحل إنتاج زيت الزيتون البكر الممتاز، وزاروا البساتين لجمع الزيتون ومشاهدة عملية القطاف الميكانيكي، ومن بعدها توجهوا للمعصرة لمعاينة كيفية عصره. خلال المهرجان محاضرة بتشرح مراحل قطف الزيتون وعصره وتخزينه بالطرق السليمة والصحيحة، وتعرف الموجودين على كيفية تذوق الزيت. أنا والتيم هوني نحن اليوم بهذا الفستيفال لأنه تنشتغل على شيء اسمه الأورنس بزيت الزيتون، يعني نقدر نعطي نصائح لكونسيومر نعرفهم كيف تذوقوا زيت الزيتون الجيد. يعني زيت الزيتون عنده اصول بالتذوق، عنده بوزيتيف اتريبيوت لازم نلاقيها بكل عينه زيت زيتون، ونبعد عن الديفكتد اوليف اويل. وهيدي بتصير بسيسيونات معينه كيف بنتذوق الزيت فروم اي تو زي. يوم سياحي زراعي تثقيفي بامتياز أمضى زوار بلدة دار بعشتار. يعني هالفستيفال اليوم شيء رائع جدا، أنا بهني القيمين عليه، وهالمزارع اللبناني بعده متمسك بأرضه، بعده متمسك بشلوش الزيتوني والتيني والتفاحة والعريشة، إنه نتفي نتطلع فيه ونهتم فيه تمشي هالعربي بالخطار الصحيح بالخط الصحيح. ضروري كل إنسان يروح ويتفرج كيف بيعملوا الزيت، ساعتها بيعرف من وين بيشتري زيته. إكسبرينس كتير حلوة وممتعة كتير، كل إنسان بلبنان لازم كل سنة يجي لهون. أنا هي أول سنة بس رح أجي كل سنة. تعلمت أنه كيف بيعملوا الزيتون، وأنه لأنه أخذونا فوق علمونا كيف من وقع الزيتون، ومنخدهم كيف نروح على المعصرة، كيف بيحطوهم بقيمة الوراق بيغسلوهم وهيك، وأنه كان شيء كتير حلو وكتير منتسلى. معودين كل سنة نحن منجي، يعني كتير إكسبرينس حلوة ومتعرف على شيء جديد وجو حلو رائعة يونيك. يعني بهنيهم للشباب، أنا مش هي أول مرة، يعني هي تالت مرة على التوالي بجي على بلية، كل مرة أحسن من مرة، بتحسي في عين ساهرة، بتحسي شباب عفرد قلب، تحسين بالبرودوي تبعهم، يعني مثل بالفعل مثل. تعلمنا كتير قصص ونهار كتير حلو مع الطبيعة ومع الزيتون وبأجواء حلوة كتير، والعالم اللي كانت موجودة كلها عالم عارفة قيمة الطبيعة بلبنان اللي منفقدها كتير صوب الساحل. كي واندرفول اكسبيرينس، جيت سنة الماضي وقت ما حبيت رجعت السنة واخدنا زيت وزيتون وصابون وكل شيء، والأكل عندكم طيب والاستقبال كمان. هيدي تراديشن أولادنا ما بيعرفوها، فلازم نعمل شيء هيك نرغبهم يقبلوا يجوا، لأنه إذا قلنا لهم قطوف الزيتون يعني
فلازم نعلمهم انه هذا شيء من التراديشن اللبناني تبعنا، وشعب كثير مضياف، اهل الدار بعشتار وكثير انبسط. مع كل انطلاق موسم زيتون من 3 سنين لهلا، صارت عم تشهد درب عشتار مهرجان لقطف الزيتون. المهرجان كان برعاية بلدية درب عشتار وتنظيم الجمعية التعاونية لتطوير انتاج الزيتون بالبلدة، والمدعومة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID. كمان الفستيفال الحلو فيه انه عم نعمله اكيد مره بالسنه، ونحن وحدين بشمال بهالطريقه هيدا، لانه دائما عم نعمل فيستيفال بوقت القطف وبوقت العصر، والناس اللي عم تجي عم تنبسط من ناحيه تسقيفيه، من ناحيه نوعيه مثل ما بقول لك استزواق او تنقيد او شراء الزيت الجيد، بس كمان العائله كامله بتجي بتمضي نهار مثل ما بقولوا او دور يعني برا، بيقدروا بعد الغداء والترويقه وزياره المعصره، وعلمناهم بكون استزواق واخذناهم على الحقل وفرجيناهم كيف نقطف. كمان عم ينبسطوا هن المشاوير الخضره بين هلالين يعني اللي عم بيعملوها بالمنطقه الكورانيه الحلوه اللي قاعدين فيها.